تقريبا ايه اللي تم الاتفاق عليه او مناقشته مع الجانب الصيني دلوقتي؟ تشاينا ستيت كونستراكشن احد يعني هي اكبر شركه في الصين واحد اكبر الشركات في العالم في مجال بناء المدن الجديده والمساهمه في بناء المدن الجديده. خبره طبعا كبيره وسرعه. احنا كلنا نعلم طبعا وزاره الاسكان مع القوات المسلحه النهارده الاطار اللي ماشيين فيه في طرح المدينه العاصمه الجديده انه هتبقى ماستر بلان كبيره وهيحصل فيها شغل من شركات كثيره داخل المدينه. بنامل انه كونستراكشن تشاينا كونستراكشن ستيت كومباني تبقى واحده منهم. حجم اعمالهم عدى ال 130 مليار دولار. عملوا مدن جديده مستوى في كل العالم حته 130 على مليار. مستوى العالم، عملوا مدن جديده في كل حته في افريقيا وفي الجزائر وفي حتت كثيره من العالم، وعندهم شراكه مع مطور عقاري مصري اللي هتديهم برضو الفهم للسوق المصري. واعتقد انه عندهم مزايا في السرعه ومزايا في التمويل ومزايا في الخبره الطويله في العالم كله، واعتقد ان ده هيضيف لمكونات العاصمه الجديده. يعني هم ممكن يبقى شريك في قصة الإنشاء وكده، ولا موضوع خاص ممكن عنهم؟ يبقوا احد الشركات اللي جوه العاصمه الجديده في العمل على الماستر بلان او على التطوير العام للعاصمه الجديده. كان في حاجة حوار باسم كده، حضرتك قلت لهم حاجة معينة سنة. لا كنت بهزر معاهم، بقول لهم لو عايزين مسانده من المؤسسات الماليه الصينيه نقدر نعملها. شكرا مع الوزير، شكرا شكرا جزيلا. فندم.